جدران مهترئة وأسقف متآكلة، وقد تأتي العواقب وخيمة في ظل تفاقم هذه الوضعية الكارثية التي ما زالت تشهدها متوسطة بلياسين الواقعة ببلدية بن عزوز في ولاية سكيكدا. الأول طاحت حجرية في الساحة في الثانوية شوية ودقاس الدراري كما جاوا الدراري بعد دقاستها السيام هذا راه هريب مطعم يقطر أقسام مش قطر تواخي مكسرين خايفين حاجة باينة خايفين هي لازم يعودوا نكون يضرب زلزال شوية خفيف يريب السيام هذا علينا وانا نقراو. وعلى ما يبدو أن البناية أمست تشكل خطرا محدقا على أمن وسلامة التلاميذ مما بات يتطلب تدخلا عاجلا لوقف نزيف المخاوف. هذا مولادنا يقراو في المتوسطة بلياسين عيسى الأقسام هدى كل بالريبة الذراري رام مساكن. أنا عندي ولدي كما أولادي هذو راني كي نبعث الصباح يقرأ راني نخاف عليه خاطر الأقسام كل ريبة المتوسطة هذه هزة 1800 تلميذ وهي نورما مجهزة 800 تلميذ بركة نطالب من السلطات يرمون المؤسسة هذه يبنيون مؤسسة جديدة يبنيون مؤسسة بالزاوية مهم يديرون حل. ولمواجهة الوضعية التي آلت إليها متوسطة بلياسين في بلدية بن عزوز تم تخصيص غلاف مالي لترميم ما تعرض للاهتراء. بالنسبة للمتوسطة بلياسين لعلمكم أنه تم التدخل في إطار الاستعجال المسجل من طرف مديرية التربية لإنجاز حصة المساكة للجناح البيداغوجي والأشغال تعرف مرحلة ولا نسبة متقدمة جدا وسيتم تسليمها في القريب العاجل. كما أنه في نفس الإطار تم التكفل بباقي الأقسام البيداغوجية التي تعرف مساكتها يعني دي ديغراداسيون يعني واضحين يعني نسبة من التدهور متقدمة نوعا ما. وهي هذه الاتفاقية المتعلقة بإصلاح هذه المساكة والترميم على مستوى المراقب المالي وفي القريب العاجل ستنطلق إن شاء الله الأشغال بغلاف خصص لها غلاف مالي حوالي 3.6 مليون سنتيم للشطر الثاني. وفي غضون ذلك متى تتجاوز متوسطة بلياسين وضعيتها العالقة التي ظلت تهدد الجميع في أي لحظة؟